هذا دور الآليات الاحتلال لهذه المنطقة الآن تنسحب من مدينة بيت قانون، لكن خلفت خلفها الجرائم الكبرى يعني كما تشاهدون هذا حجم الدمار وتجريف الأراضي الزراعية التي كانت في هذه المنطقة، أيضا قصف مدفعي كان بجوار هذه المراكز. يعني هذا المنزل تم قصفه بشكل كامل، وأيضا هذا البيت المجاور لمراكز الإيواء. دخلت آليات الاحتلال من هذه المنطقة وتوغلت في الأراضي الزراعية التي كانت بجوار مراكز الإيواء، وأيضا نجد هنا أثر لآليات الاحتلال التي قامت بتجريف بشكل كامل للأراضي الزراعية في مدينة بيت حانون. وهنا نجد أيضا البيوت والمساجد تم تدميرها ومركبات المواطنين في هذه المنطقة. الآن سكان مدينة بيت حانون يحاولون العودة إلى هذه المنطقة بعد انسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من مدينة بيت حانون، وبعد ما حدث اشتباكات وعملية القنص بين قوات الاحتلال وعملية قنص طبقتها المقاومة الفلسطينية، وعلى أثرها انسحب آليات الاحتلال بعد أن أصيب أحد الجنود بنيران المقاومة الفلسطينية. يعني كما نشاهد حجم هذا الخسائر بعد اقتحام آليات الاحتلال من هذا المكان ومن هذه المراكز الإيواء. أسر العديد من المواطنين أيضا والنساء الذين كانوا نازحين في هذه المنطقة. يفيدنا بعض المواطنين بأن ما زال الجيش الاحتلال يعتقل العشرات من المواطنين، وأيضا منهم جلهم من الأطفال والنساء. يعني الأراضي الزراعية تم تجريفها بشكل كامل، تمركزت آليات الاحتلال في هذه المناطق وأنشأت منطقة عازلة في هذه المنطقة بعد توغل آليات الاحتلال إلى هذا المكان. يعني نجد هذا الرجل يعني يجلس فوق منزله الذي تم تدميره من قبل جيش الاحتلال في هذه المنطقة مساء أمس. والله ما نعرف وصل دمار مش عارف ما استقر، ما صدقنا نستقر، والله ما صدقنا نستقر بعد ما تهجير 20 مرة صرنا متهجرين، ما صدقنا نستقر. عدة أماكن بعد ما وصلنا غرب غزة وعودنا رجعنا على بيت حانون عشان نعيد الحياة وترجع الحياة مجاريها في بيت حانون، إلا إنهم بدهم مش حياة دمرونا، بدهم مش حياة. هذا بيت أخوي قاعد في رفح، راح رفح مع النازحين، وأنا جيت قعدت هنا في بيت أخوي، بيت نسحبت قيد الإنشاء البيت، وقلت أحسن لي ما أقعد في الشارع، قعدت في البيت ها. رغم عن هيك بدهم مش هي أنا أقعد، أنا وغيري وأنا وجاري وأنا وكل الناس، دمار، خلوا المنطقة دمار، بدهم مش حياة في المنطقة بالمرة، بأكملها بدهم مش حياة. ربنا ينتقم منهم، حسبي الله ونعم الوكيل. الله، هذا المكان الذي يتكون من طابقين من البطون تم يعني تدميره بعد دخول جيش الاحتلال لهذه المنطقة. أيضا نرى هذا المنزل الذي دمره جيش الاحتلال بجوار مراكز الإيواء. الرحمن الرحيم، من اللي صار يعني اختصار شديد، كنا نايمين في أمان الله، يعني روحنا من النزوح على بيت حانون، نزحنا لمدة 5 شهور، فقلنا بيت حانون المنطقة صارت آمنة وخلص فيها اليهود طول دمروها، قلنا نروح نقعد في بيت حانون. فجانا قبل امبارح في الليل الساعة 12 ونص تقريبا هجوم الجيش علينا بالدبابات والجرافات، ناس مدنيين عزل مسالمين، بدهم مش حرب، روحوا على بيت حانون. زي ما انت شايف رجعنا بعد يوم لقينا مجرفين الدور، مجرفين السيارات، مجرفين الشجر، طردوا البشر، قتلوا الناس، اعتقلوا ناس. هذا كله يعني دمار شامل، آلات حرب إسرائيلية بدون أي مبرر على الشعب الفلسطيني. هذا بس تخريب على الناس. يعني تم تدمير المنازل والأراضي الزراعية. السيارات والأراضي الزراعية ما خلوش ولا شيء. يعني زي بقول قتلوا البشر، دمروا الحجر، جرفوا شجر. إيش ده اللي بدهم منا؟ على وين نروح؟ إحنا قاعدين في بلادنا مش صالحين منها يا ناس. بدهم يفهموا هيك، إحنا مش صالحين من بلادنا. يعني العالم كله بيفهم الفلسطينيين حيظلوا في فلسطين، الغزة حيظلوا في غزة. بيت حانون حيظلوا في بيت حانون.
سواء رضي ما رضيوش احنا بدنا قاعدين. لان رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها رغم كل شيء احنا حالنا مالنا بيت حنون. احنا بنربي اولادنا على حب البلد، على حب بيت حنون، على حب فلسطين. مش هنطلع، مش هنروح، هنضلنا مزرعين هون، مش هنطلع، مش هنروح هناك البلد، مش هنروح. هذا هو حال المواطنين رغم كل ما يتعرضون له من اقتحامات وتجريف وتدمير المنازل بشكل كامل وبشكل يومي، إلا أنهم رسالتهم واضحة، لن نتخلى عن أرضنا، سنبقى صامدين في هذا المكان رغم الألم الذي يعيشوها الآن. يعني هذه المنازل كانت بجوار مراكز الإيواء الذي تم يعني أسر العديد من النساء والأطفال والرجال من هذا المركز. خليه دور على وعي جوزي. يلا توكل إيه؟ على خليها يا زلمه، حتى لو وعي مش ملاقينهم. علاش بتدور؟ علاش بتدور على وعيه؟ على بلوزته، على بنطلونه. هتيجي ورا مرمي، هات وين يعني. ملابس المواطنين، ونجد هنا ايضا ملابس للاطفال، يعني حقيبه احد الاطفال. ايضا هنا ملابس الاطفال. في زي هنا بقى، في زي هنا بقى لبسوهم اياه. هاي الزي. المكان الذي توغلت فيه آلية احتلال وانشته منطقة عسكرية لتفتيش المواطنين. في هذه المنطقة توغلت آليات الاحتلال وتمركزت في هذا المكان في مدينة بيت حانون. هذه المراكز الإيواء التي تم محاصرة الأهالي بالقرب منها ودخلت آليات الاحتلال. الآن نقابل أحد المواطنين الذين كان شاهد على هذا المكان، وما الذي حصل؟ بالتأكيد يعني أنت كنت متواجد في هذه المنطقة، ما الذي حصل؟ كنا قاعدين في المدارس الساعة تقريبا 12:05 دخل الجيش على المنطقة كلها وتم تجريفها بالكامل زي ما أنتم شايفين، جرفها من جميع النواحي، جرف جميع حوالي المدارس كلهيتها. طبعاً بدخوله بإطلاق نار وقذائف وصواريخ F-16، حزامات نارية قبل بساعات، وبعديها خش بالقذائف في المنطقة وحاصر المناطق المدارس كلهيتها، وتم بناء المعسكرات هذه اللي انتم شايفينها. وإحنا قاعدين في المدارس الصبح زعقوا علينا نطلع مدرسة مدرسة، ولما طلعونا مدرسة مدرسة كانت المدرسة الثانية بدها تطلع معانا رفضوا طلوحها، قالوا كل مدرسة على حدة، وسحبونا باقة القوات الجيش هنا، الضباط والكاميرات اللي بتتم تصويرها على طريق حفة المدرسة. دخلونا خمس أفراد على شريط معين مرقم بألوان، وفي شريط أصفر، وصاروا يدخلونا خمسة. هنا توغلت آليات الاحتلال في هذه المنطقة كما تشاهدون. تم تجريف هذا المكان بشكل كامل. نلاحظ أيضا تم دخول آليات الاحتلال لهذه المنطقة وأنشأت منطقة عسكرية حتى يتم التحقيق مع المواطنين في هذا المكان. يعني كما تشاهدون في هذا المكان تم دخول آليات الاحتلال وإنشاء المنطقة العسكرية. الآن المواطنين يعني يحاولون التقدم في مدينة بيت حانون والمنطقة التي انسحب منها جيش الاحتلال في هذه المكان، في هذا المكان. حال المواطنين بعد انسحاب جيش الاحتلال، شاهدوا الدمار وتجريف الأراضي الزراعية والتنكيل بالمواطنين، وشاهدنا أثر ملابس الأطفال الذي تم أسرهم من قبل جيش الاحتلال. حسام شبات لصالح قناة الجزيرة مباشرة.